امبارح كان دخل معانا مداخله نائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنه، واتكلم على الاجراءات اللي هتتم النهارده. 27 طلب احاطه، وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، مهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الاولمبيه كمان يعني يبقوا موجودين في اللجنه. والنهارده كان اجتماع ساخن جدا داخل لجنه شباب والرياضه. ايه اللي حصل في اللجنه؟ اللي يعني بعض الاتهامات، بيتكلموا على مخالفات، بيتكلموا على اللي بيحصل في الملف الرياضه المصريه بشكل عام، مسؤوليه اتحاد المصري او اللجنه الثلاثيه عن هذا الامر، ومسؤوليه سيد وزير شباب والرياضه اللي رد كمان على داخل الاجتماع. كان في ايضا هجوم من النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبيه في مجلس النواب، عدد من النواب ايضا عدد كبير منهم شن هجوما حادا على الاتحاد المصري لكرة القدم، وطبعا اتكلموا على المخالفات، طلبوا بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة، هاجموا الاتحاد اللي بيحصل يعني زي ما بقول لحضرتك يمكن، والاتحاد انه محدش بيحاسبه، انه هو الاتحاد بيعيش في مصر مش بيعيش في دولة تانية، وانه الاتحاد لازم ما يعتقدش انه هو خارج الدولة المصرية، يخضع لرقابة البرلمان. يعني كان هناك كلام محدد وواضح اليوم خلال هذه الجلسة. تعالوا نتابع المهندس محمود حسين وهو بيتكلم خلال هذا الاجتماع المهم في مجلس النواب. بيتحدثوا عن مخالفات مالية وإدارية، يبقى إذن البرلمان كان أولى له أن يتحرك. لما تم إحالة هذه الطلبات من السيد رئيس مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة، تحركنا بدورنا وتم توجيه الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دائم التعاون مع اللجنة بخصوص المشكلات الرياضية. وإحنا يمكن مش أول لقاء، إحنا بنعتبر الدكتور أشرف صبحي يعني ضيف دائم للجنة الشباب والرياضة. وجينا الدعوة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، الهيئة الممثلة للرياضة المصرية اللي بتمثل جميع الاتحادات الرياضيه الموجوده ومن ضمنها اتحاد كره القدم المصري. وجينا الدعوه ايضا لاتحاد كره القدم مهندس احمد مجاهد، وزي ما حضراتكم شايفين الكل مهتم بهذا الموضوع. لما بنتحدث عن اتحاد، احنا بنتحدث عن هيئه موجوده على الاراضي المصريه، هيئه تحت سياده الدوله المصريه. لا نتحدث عفوا عن قطاع خاص، حدث عن شركه تدار بفكر قطاع خاص، ولا نتحدث عن عزبه تدار بشكل معين، نتحدث عن اتحاد مؤسس في الدوله المصريه وبيدير اهم رياضه في الدوله المصريه بالنسبه للشعب المصري وهي كره القدم. لن تتدخل الحكومه المصريه في مناقشه اي مناقشات، يعني زي ما حضراتكم شايفين مناقشه طلبات احاطه وقدمت من النواب الممثلين هي الجمعيه العموميه للشعب المصري. مجلس النواب هو الجمعيه العموميه للشعب المصري. يعني هو ده الانسب والافضل في مناقشه هذه الطلبات. احنا كنا ننتظر ان يكون هناك حلول عاجله من وزاره الشباب والرياضه ومن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في المشكلات اللي كل مصر بتتكلم فيها. الى الان لم نرى اي حل من وزاره الشباب والرياضه في هذا الاتحاد. الى الان لم نرى معالجه فعليه من وزير الشباب والرياضه وزارة الشباب والرياضة في شأن اتحاد كرة القدم المصري اللي كل مصر بتتكلم فيه، وان احنا ما عندناش حاجة تجرى في الخفاء، احنا بنتكلم صراحة، بنتكلم في النور ان في مخالفات، بنتكلم ان في بعض التصرفات اللي لا نقبلها لا نحن كنواب ولا يقبلها الشعب المصري. وكل الناس بيتكلموا، انت يمكن زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه فيسبوك، كان الامور ممكن تاخد لها 3 4 8 ناس تعرفها. الوقت بيحصل اجراء، بيحصل اي قرار، كل مصر بتتكلم فيه، الملايين بيتكلموا فيه. لما بيتغير المدرب قد تكون وجهه نظر فنيه، الناس بتتكلم اكتر، الناس اللي بتتكلم في ساعه تلاقي الملايين التعليقات وكل الراي العام منتبه لهذه التغيرات. كيف لهذا الاتحاد او لاي شخص يعيش على ارض مصر ان يظن انه خارج الولايه المصريه؟ ده هو السؤال المهم اللي احنا مش لاقيين له اجابه لغايه دلوقتي في مجلس النواب. ازاي مجلس النواب يحب يحاسب ويراقب طبقا لما اعطاه الدستور؟ وقت ما الدستور ينزع هذه الصفه فنحن يعني اول من نحترم الدستور، لكن طالما ان هذه الميزه او هذه الضمانه للشعب المصري يعني صلاحياته من خلال نوابه ان احنا نفاجئ
ان احنا عيطت كل مره ان احنا مش تبعكم، ان احنا لا والله احنا تابعين للاتحاد الدولي، ولا الوزاره ولا اللجنه لها سلطه على اتحاد الكوره، ولا الوزاره ولا اللجنه لها سلطه على اي اتحاد يتبع الاتحاد الدولي. حقيقه برضه بس في ظل وجود الاستاذ هشام حضر، احنا اما طلبناه جه الراجل اكثر من مره، ودي حاجه تقدر له ونحترمها. يعني النقاط الماليه والاداريه وكل هذه النقاط التي تنفق عليها الدوله المصريه من اموال دافعي الضرائب زي ما بيقول دايما على هذه الاتحادات لاجل تمثيل مصر بشكل مشرف، فين المحاسبه على هذه الحاجات؟ فين المحاسبه على نتائج هذه الحاجات؟ ممكن يكون هم صح، بس يا بيقولوا هم صح، لكن فكرة بقى ان هو ما بيعتبرش اصلا ان في حاجة اسمها مجلس نواب ولا حتى وزارة شباب ورياضة، وهذه الكلمة سمعناها كثيرا، ان لا في حكومة تشرف علينا ولا في مجلس نواب لحق ان حسين دي نقطة. انا يعني بشكر النائب محمد حسين ان كانت لديه الجرأة في وقت انا ما كانش لدي الجرأة ان انا اعقد مثل هذا الاجتماع، وان انا استوعب كل هذه الطلبات اللي حاطة، لكن هذه نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ فيها. شكرا على الوصف. سؤال المهندس أحمد مجاهد بعيد عن طلب الحرب. امبارح سمعنا أن اتحاد الكرة اللي هو لجنة ثلاثية أمرت بمكافأة للمدرب فيروش اللي هو مدرب المنتخب. هل العهد الممرم ما بين اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه والمدرب بيقول ان كل ما نلعب مباراه او مباراتين او نعدي مرحله نطلع مكافئات؟ ازاي يعني؟ معروف ان المكافاه بتطلع بعد ما انت تتاهل لكاس العالم او اللجنه او الدوره الاولمبيه، لكن حته ان انا اطلع دلوقتي مكافاه عشان خدنا مباراتين من ليبيا، مع احترام الكامل لدولة ليبيا وكرة 18 مليون جنيه حتى عام 2018، ولو حسبت كمان من 2018 ل 2021 برضو ما دفعش. هي دي مش فلوس دولة؟ ازاي وزارة الشباب والرياضة ساكتة ومطلبش الاتحاد انه يطلع مكافآت علشان غلبنا ليبيا؟ بيطلع مكافآت للمدير الفني، وانا اشك ان يكون العقد بتاعه مذكور في قلبيه الكلام ده. لا يمكن، معروف وفي اي انديه من انديه مصر العقد بياخد مكافآت.